السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الكثير من الطلاب مهتمين بتخصص الطب والهندسة والإدارة وعلم النفس وعلم الاجتماع، وفي تخصصات أخرى كثيرة الناس دائما تتحدث عنها، ولكن في تخصص يعني نادرا تجد شخص يتحدث عنه لسببين. السبب الأول أن الكثير لا يعرف أن التخصص موجود، ثانيا أن الكثير حتى عندما يسمع بالتخصص لا يعرف ما هو هذا التخصص وما قد يحتوي عليه. لذلك أنا دائما أسمي هذا التخصص أغرب تخصص جامعي. هذا التخصص هو بكالوريوس الدراسات الجامعية، في بعض الأحيان يسمى بكالوريوس الدراسة العامة Bachelor of University Studies أو Bachelor of General Studies. ما هو هذا التخصص؟ لمن هذا التخصص؟ ستعرفوا في هذا الفيديو إن شاء الله. هذا التخصص هو عبارة عن تخصص يعطيك حرية دراسة أي مواد تريدها في الجامعة، بمعنى ممكن تأخذ مادة هندسة مع مادة طب مع مادة علم نفس في تخصص واحد. هذا الأمر ممكن في هذا التخصص. لمن هذا التخصص؟ هذا التخصص لصراحة قد ينطبق على أكثر من شريحة. ممكن يكون شخص لا يعرف بالضبط ماذا يريد أن يدرس، هذا التخصص يعطي الفرصة أن يمر على كافة التخصصات. ممكن يكون لشخص يعني عنده تجارة أو أسرته عندها تجارتها أو عندهم شركتهم أو عنده أمر يريد الذهاب وعمله يعني بعد الجامعة، يريد فقط شهادة جامعية أو يريد فقط أن يجرب الحياة الجامعية، فهذا التخصص أيضا مناسب له. الشخص الثالث هو الشخص اللي يريد يوسع معارفه بشكل عام، يريد يدرس أمور كثيرة في نفس الوقت، يحب القراءة يحب الاطلاع، فهذا التخصص أيضا مناسب له. شخص آخر هذا التخصص مناسب له هو شخص يريد يجعل كل الخيارات متاحة أمامه، بمعنى يريد يدرس بكالوريوس يتيح له الفرصة أنه يدرس أي ماجستير يريده. هذا أيضا التخصص مناسب لأنه أنت تحدد المواد التي تدرسها، فبالتالي قد يكون مناسب لهذه الشريحة. هذا التخصص موجود في جامعات كثيرة حول العالم، سواء في أمريكا أو كندا أو غيرها من الدول، بالذات في أمريكا موجود بشكل كبير، يعني جامعة ماين، جامعة شمال ديكوتا، جامعات كثيرة جدا في أمريكا يوجد فيها هذا التخصص. ولكن أريد أركز على جامعة واحدة معينة في أمريكا، هي جامعة شمال أريزونا، والسبب هو أنه يتيح لك القدرة أنك تدرس هذا التخصص بالكامل أونلاين، وأيضا يوجد عندهم 45 تخصص آخر ممكن تدرسه بالكامل أونلاين، وهذا أمر نادر جدا في جامعة يعني حكومية أو public يعني، فهذا أمر مميز جدا، لذلك اخترت هذه الجامعة بالتحديد حتى أتحدث عن هذا التخصص. ما هي آلية دراسة هذا التخصص؟ أولا الطالب يسجل في الجامعة في أي بكالوريوس يريده، أي تخصص يريده في الجامعة، وبعد أن ينهي 60 ساعة أو ما يعادل سنتين دراسيتين يمكن ينتقل لهذا التخصص ويدرس المواد التي يريدها. هم واضعين إطار عام ممكن يسير فيه الطالب، وسأعطيكم مثال حتى تتضح الصورة. لنفرض شخص قبل في هذه الجامعة ودرس تخصص إدارة الأعمال، درس مواد سنة أولى في إدارة الأعمال اللي هي مواد عامة، الكثير من تلك المواد تدرس أيضا في تخصصات أخرى في نفس الكلية أو حتى كليات أخرى في نفس الجامعة. في السنة الثانية يبدأ يدرس مواد متخصصة في إدارة الأعمال أكثر. الآن عندما ينهي السنة الثانية وينهي 60 ساعة دراسية بإمكانه الانتقال إلى كلية الدراسات الجامعية أو كلية الدراسات العامة، وبعد ذلك يبدأ اختيار المواد. الآن الأمر الذي سيتيح لك هو أنك تختار تخصصين تأخذ منهم مواد، فممكن الشخص مثلا يختار الهندسة ويختار مثلا علم النفس، فيبدأ يأخذ مواد من كلية الهندسة ويأخذ مواد من كلية علم النفس. الآن مواد كلية الهندسة توجد مواد متخصصة في الهندسة وتوجد مواد أيضا عامة، يعني أنا أتذكر أنا شخصيا في كلية الهندسة درست مواد إدارة أيضا ودرست مواد شريعة مثلا لأني كنت في جامعة إسلامية. نفس الأمر في كلية مثلا علم النفس، توجد بعض المواد التي لها علاقة بكليات أخرى مثلا مواد علاقة بالإحصاء وغيرها يعني. الآن الطالب اختار الهندسة واختار علم النفس، فيبدأ يأخذ مواد من كلية الهندسة ويبدأ يأخذ مواد من علم النفس حتى يدرس تخصص الدراسات العامة، ولا تنسوا درس في أول سنتين مواد إدارة أعمال، فبالتالي درس إدارة أعمال هندسة وعلم نفس في تخصص واحد. بعد أن ينهي البكالوريوس على الشاب أو الشابة بإمكانه التقديم على ماجستير في تخصصات كثيرة جدا صراحة، والأمر يعتمد على المواد التي ركز عليها في تخصص الدراسات الجامعية. طالب ممكن ينهي أول سنتين ليه في كلية الأحياء، يدرس علوم تخصص أحياء، وبعد ذلك يذهب لكلية الدراسات العامة، وبعد ذلك يبدأ يأخذ مواد من كلية الطب ويبدأ يأخذ مواد من كلية الهندسة فيكون هذا التخصص. هذا الأمر ليس مزحة وليس يعني إشاعة، هو أمر صحيح موجود في جامعات كثيرة جدا حول العالم اسمه بكالوريوس للدراسات الجامعية. سبب يعني تحدثي عن هذا التخصص اليوم هو أنه الكثير جدا لا يعرف بالضبط ماذا يريد. حتى في حسابي في تويتر قبل يومين وضعت سؤال، لماذا الكثير من الطلاب بعد أن يدرس مثلا ثانوية أدبي
يبدأ يفكر في يدرس طب أو هندسة. لماذا القرار تأخر؟ لماذا لم يتخذ القرار في الثانوية؟ البعض طبعا أجاب أنه بسبب مثلا لا يوجد توجيه، البعض قال لي بسبب أنه عدم وجود مثلا معرفة بهذا الأمر، البعض قال بسبب الظروف. يعني في بعض المدارس تريد القسم العلمي مليء، ما يوجد إلا أدبي ويجبرك تدخل أدبي. في أسباب كثيرة جدا، بعضها لها علاقة بالطالب، بعضها ما لها علاقة بالطالب نهائيا، وهذا سيكون فيديو منفصل إن شاء الله سنتحدث فيه. ولكن هذا الشاب أو هذه الشابة أو الأشخاص اللي على نفس المناط، هذا التخصص مناسب لو أنه يتيح لكم الفرصة أنكم تدرسوا أمور مختلفة حتى تعرف ماذا تريد بالضبط. أنا لا أرى أنه في إشكالية أن الإنسان يأخذ سنة سنتين ثلاثة من حياته حتى يعرف ماذا يريد أن يفعل بقية حياته. هذا استثمار جدا ممتاز في عمرك. عند البعض قد يقول أضيع 4 سنوات في الجامعة ولا أعرف ماذا أفعل بعد ذلك. لا، الأمر ليس هذا. يعني أنت إذا لا تعرف ماذا تريد، هل ستجلس ولن تفعل أي شيء حيال ذلك، أم ستبدأ خطوات عملية لتعرف ماذا تريد؟ بكالوريوس الدراسات الجامعية هو واحد من هذه الأمور التي تتيح لك الفرصة أن تعرف ماذا تريد في حياتك. وكما ذكرت، هذا التخصص موجود في جامعات كثيرة جدا حول العالم، ولكن الجامعة التي سنركز عليها جامعة شمال أريزونا، لأنها تتيح لك دراسة التخصص أونلاين. الدراسة تبدأ في هذه الجامعة في شهر 1 وشهر 6 وشهر 8 من كل عام، يوجد فيها 3 فصول. آلية التقديم، تقديم أونلاين لهذه الجامعة، ستجد رابط التقديم أسفل هذا الفيديو. بإمكانك تختار أن تدرس في الجامعة نفسها أو أنك تدرس هذا التخصص بالكامل أونلاين. تقدم أونلاين من خلال موقع الجامعة، تدفع رسوم التقديم، رسوم الاستمارة من خلال موقع الجامعة نفسه، هي $50، وبعد ذلك تعبي كافة البيانات. بالنسبة لكشف الدرجات، يريدوا أن يرسل لهم بالبريد مباشرة كما معروف في نظام الجامعات الأمريكية. ولمن لا يعرف هذا الأمر، هم يريدوا المدرسة نفسها ترسل لهم كشف الدرجات. ففي كثير من المدارس حول العالم لا يفعلوا هذا الأمر. فالأمر الذي تفعله، تأخذ صورة من شهادتك تبقى الأصل، تختم من المدرسة، تضعه في ظرف، تجعل المدرسة تختم لك الظرف وترسله بالبريد، أو إذا أنت غير موجود في بلدك تطلب من أهلك أن يفعلوا ذلك ويرسلوه بالبريد على عنوان الجامعة مباشرة. إذن يريدوا نتيجة اختبار الآيس أو التوفل. بالنسبة للآيس يريدوا 6، وبالنسبة للتوفل يريدوا 70 أو 525 حسب نوع الامتحان الذي عملته. إذا عملت الورقي يريد 525، إذا عملت الذي على الإنترنت يريد درجة 70. أو بإمكانك دراسة اللغة الإنجليزية في معهد نفس الجامعة. مع العلم، الدراسة في معهد الجامعة لا يمكن أونلاين، تحتاج تدرس في نفس الجامعة. هذا مناسب لمن يريد الدراسة في الجامعة نفسها. وأيضا يريد كشف حساب، هذا الكشف يريد أن يحتوي على ما يكفيك لمدة سنة كاملة من ناحية رسوم دراسية ورسوم معيشة وسكن، وسأتحدث عن رسوم الدراسة بعد قليل. وكما ذكرنا سابقا، يوجد في هذه الجامعة أكثر من 45 تخصص بإمكانك دراسته أونلاين بالكامل. من بعض هذه التخصصات بكالوريوس علم النفس، بكالوريوس نظم الحاسوب، ايضا بكالوريوس العلوم الصحيه بتخصصات مختلفه. مثلا بامكانك دراسه بكالوريوس في المعدات الجراحيه، بكالوريوس سيرجيكال تكنولوجي في هذه الجامعه. فهذا مناسب جدا للذين درسوا طب او مهتمين بهذا المجال. طبعا ليس بكالوريوس جراحه، ولكن تكنولوجيا الجراحه. ايضا مناسب للاشخاص الذين درسوا هندسه معدات طبيه ويريدوا يعملوا تجسير مثلا. ايضا يوجد عندهم بكالوريوس في طب الأسنان، ولكن آليته هو أنه يريد شخص يكون عنده دبلوم في طب الأسنان ويريد يعمل تجسير ليحصل على بكالوريوس، فبإمكانك تقديمها على هذا البرنامج. هذه أيضا معلومة جديدة لي صراحة، لم أكن أعرف أنه هذا الخيار متاح، أنه بإمكانك إكمال طب الأسنان أونلاين في جامعة حكومية إذا كان عندك دبلوم. تجد رابط أسفل هذا الفيديو، سيساعدك في البحث عن التخصصات التي يمكن دراستها أونلاين في جامعة شمال أريزونا. والآن دعونا ننظر إلى الرسوم الدراسية في جامعة شمال أريزونا. خلونا نبدأ أولا برسوم مرحلة اللغة الدراسية. سنة كاملة من دراسة اللغة الإنجليزية في هذه الجامعة تكلف $16,900 أمريكي. يوجد عندهم سكن، وأيضا يوجد من ضمن السكن وجبات. السكن يكلف $5,000 أمريكي في السنة، وهذا رخيص جدا لو قارنا إلى شخص سكن بمفرده في 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 أمريكا. الوجبات تكلف $4,000 أمريكي في السنة. إذا أردنا ننظر للرسوم، شامل لكل شيء لطالب اللغة، شامل السكن والدراسة والكتب والتأمين الصحي وغيرها من الأمور، سيكلف الطالب الأمر $30,300 أمريكي في السنة. لذلك لمن يريد الذهاب لدراسة اللغة، هذا المبلغ الذي تحتاج يكون في حسابك البنكي على الأقل. ستجد رابط أسفل هذا الفيديو يحتوي على كافة التفاصيل. بالنسبة لمرحلة البكالوريوس، إذا شخص يريد الدراسة في هذه الجامعة، جامعة شمال
شمال أريزونا. رسوم الدراسة تتكلف 22,900 دولار، السكن 5,000 دولار، والوجبات 4,000 دولار. إذا سننظر لرسوم شامل لكل شيء، الأكل والشرب والتأمين الصحي والكتب والدراسة، سيكلف الأمر 36,000 دولار أمريكي في السنة. يوجد رابط أسفل هذا الفيديو يحتوي على كافة التفاصيل للدراسة في هذه الجامعة من ناحية الرسوم، سواء البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه. أتمنى إن شاء الله تعالى هذا الفيديو يكون أنفعتكم، وهذا التخصص الذي نوعا ما يختلف، يعني دائما الناس تتحدث عن الطب، عن الهندسة، عن الإدارة، ولكن لا يتحدث عن مثل هذه التخصصات التي أعتقد من المهم جدا أن نعرف أنها موجودة، لأنه هناك شريحة صراحة ستستفيد من هذا التخصص. شكرا جزيلا على المشاهدة، ولا تنسوا تشوفوا الفيديوهات الأخرى الموجودة في القناة التي تتحدث عن الدراسة الجامعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.